أنا وأخوتيش ما قرب شهر حسين نحاكي أمي شبيك شو متأخرة ما عدنا، بس ما نفتهم كنا صغار. الأسود ضروري وشرط أول عشرة، باعت طحين الحصة بس جبنا هدوم، الملابس أسود كان ربعة عيرة. بس للأمانة مو جهال، احنا صغار وبدمنا يمشي حسين حب عالفطرة. شو السمي ابوي الباع خاشيت الصوف جوا السعر بس كوني يوف بنذرة، ما ندري شن هالسالفة. نحب حسين اشقد بي طعم منا الله عشق الفقرة. احبتنا مشاهدين قناة الايام وبرنامج المهلهل، شاعرنا اليوم من طراز خاص، طراز رفيع، عندما يكون الشاعر متعلم من الحسين كيف يكون ثائر. رحبوا وياي الأسمر المملوح الشاعر المبدع حسن البركي. حياك الله أبو فلاح. حيا الله نباك الأكبر. أهلا وسهلا. الله يعزك. شرفت. الله يسلمك. الشرف. حياك الله. كل الهلا. الله أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، مرة أخرى نرحب بضيفنا الحبيب الشاعر المبدع حسن البركي، وعظم الله لك الأجر. حياك الله أبو الأكبر. الله يسلمك. استشهاد سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين. عظم الله أجور الجميع إن شاء الله، وأجور المشاهدين وأجور الأساتذة اللي خلف الكواليس. الله يحفظك وشرفت بهاي الدعوة. أنت الشرف طال عمرك. الله يعزك. الله يعزك. شلونها السماوة الحبيبة؟ السماوة عوزة بس شوفتك. الله يسلمك. سلم. الله يعزك. الله يحفظك. شلون حسن البركي؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. الحمد لله على كل حال. نعمنا الله. الحمد لله. شلون حسن البركي شاعرا؟ يعني راضى عن نفسه نوعا ما. ازدهاره. يعني هاي السنة مزدهر بالقصائد الحسينية؟ والله هو كأطار عام يعني أنت أكيد تشرف بخدمة الإمام الحسين سلام الله عليه. أما قضية الازدهار تزيدك رفعة. الله يسأل. أكيد. نعم تزيد الإنسان رفعة، هذا شيء ما بينقاش. نعم. يعني أما قضية الازدهار فأكيد يعني مو أنت تجاوب عنه. نعم. أقصد أنه من خلال يعني جاي تشوف يعني بعيون الناس، أنه جاي تشوف بعيون الناس أكو ازدهار. نعم. وهذا شيء شرف. جميل. هذا شيء شرف كبير لأن من قبل الناس ولأن عن طريق الإمام الحسين. أبو فلاح، أجمل تعليق مر عليك، يعني تعليق أما من مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال رجل علق عليك أو أثنى عليك؟ والله يعني هاي التعليقات اللي أتشرف بها بصراحة، من تكتب قصيدة ويقول لك أنا استفاديت فد شيء كنت ما أعرفه من خلال قصيدتك، هذا يعني كل كبير يعني كمعلومة يعني لي طبعا. جميل. تحديدا بالخط الحسيني، يعني من تطرق لشخصيات حسينية، شخصيات يعني مشاركة بالطف، وتتطرق لأشياء هي أو فلسفة بهاي الشخصية خافية عن الناس، والناس تقول لك احنا استفادنا يعني، فهذا الشيء يعني لأكثر من الله والصفقة والإعجاب كذا. تواجدنا يعني من خلال حديثك مع ذكر الشخصيات. نعم. أكو يعني الشعراء غالبا ما يكتبون على شخصيات معدودة بالطف، وأكو نعم. شخصيات يعني تقريبا ما لها حصة من القصائد. نعم. تتفق؟ اي طبعا، وشخصيات ما لها حصه وهي المفروض لها حصه، لانه هم كلهم المفروض لهم حصه. كلهم اي، ولا مواقف ملفته يعني. اي يعني يعني مثلا ملفتة. موقف الانصار مثلا، هم الانصار. اي الانصار بصوره عامه. نعم. اي بالضبط. شلون تعاملتوا هذا الموضوع؟ والله انا هم من ضمن المقصرين يعني. هو للامانه الدائره كلها مقصره. اي بالضبط. اي وهذا طبعا هو ابو الاكبر، السبب يعود للتاريخ، لان التاريخ ما نصفهم. يعني انت مثلا تعرف اسم الاحد الانصار بس موقفه وفي ما لا يعني. اي اما ما قبل الحادثه، ما قبل الحادثه قليل تعرف. او حتى المعنيين بالتاريخ ما كتبوا شيء وافر عن الشخصيه يعني. نعم. حللوها زين. كتبت عن بعض الشخصيات الانصار. كتبت. نعم. عن الحر الرياحي. آه سلام. ونعم. الله عليه. والنعم. اي بالضبط.
والنعم. الحر قرأ القصيدة؟ اي قريت والله. خادم. إلى الحر بن يزيد الرياحي عليه السلام، القصيدة تحكي ما قبل هدايته وصولا إلى خياره بين الجنة والنار. ذلك الخيار التاريخي الأصعب، ضبضبت والباطل يشه الزلم، وشمست والغربيل أهل الحمل. ضبضبت والباطل يشه الزلم، وشمست والغربيل أهل الحمل. أمنيته يلزم مثل ما يلزم، وزغر عيونه وما انصاد الكحل. الغربيل أمنيته يلزم مثل ما يلزم، وزغر عيونه ولا انصاد الكحل. ما رضوا باللثقل يجزها الهدم، واعتزوا بطارف الما تنغسل. اتصحروا حد ما صار للدم علم، والله التحضر بالمقابح سهل. الله الله الله. اتصحروا حد ما صار للدم علم، والله التحضر بالمقابح سهل. كون بمكان النخل تنحط ولم، ندم الضماير بالبشر تنشتل. الله. والرجلة غازلها الطريج الدسم، يزلق عفا وما ياكل وينوكل. نعم. ما يشمخ النظرة حد هالخشم، مثل اللي يغطم عثرات بشتن. والمجد ما يشمخ النظرة حد هالخشم. نعم. مثل اللي يغطم عثرات بشتن. والمجد عند شروط من يبتسم. شلون؟ كون العقل قبل الزند ينفتل. لا صحيح. المجد عند شروط من يبتسم، كون العقل قبل الزند ينفتل. لو جبهة الشر قررت تنتقم، يصبح الباطل بيرغل يعتزل. الله. كل بشر وده يقمر على النجم. كل بشر الله الله. كل بشر وده يقمر على النجم، بس قبل لا يكتمل لازم يهل حق الله. كل بشر الله الله الله. الله سلم. الله الله. كل بشر وده يقمر على النجم، بس قبل لا يكتمل لازم يهل حق الله. مو كل غلطة تندق وشم، غلطة الحر سوته بهذا الشكل. نعم. الله من تصفن وتصحى الزلم، الله من تصفن وتصحى الزلم. بعض البشر من تنعدل. اي بالله صحيح. والندم الله. الله من تصفن وتصحى الزلم، بعض البشر من تنعدل. والندم، الندم من يصدق يزيح الهدم، ويبني شكب ملشومة ما مكتمل، ويطشر بنادم خيار الحسن، لكن قرار البي يلم الشمل. ما تنمش بواهس، ما تنمش بواهس وشدت حزم، خطر المسافة من القلب للعقل. يقطعها بس المبتعد بالرسم. ما تنمش بواهس وشدت حزم، خطر المسافة من القلب للعقل. يقطعها بس المبتعد بالرسم، وبي شمرة الثابت ليغر النبل. مو دنيا الله يساعد ليفتهم، مو دنيا الله يساعد ليفتهم. دوم اسمه يتحمل الما تنحمل. نعم. آيا هضيمة مستحل يلجم، آيا صراع ليقدر وما يزل. الله. الما يستحق الشتم، آيا صراع ليقدر وما يزل. آيا هضيمة مستحل يلجم، آيا صراع ليقدر وما يزل.
الما يستحق الشتم عند الشتم أصغر من اللي يكبر بردة فعل. نار المواقف نار المواقف هم تحب اللهم، بس هو مو ياه اللي يجي ويشتعل. حر حر وجمح بس على المسمى الاسم، هذا اللي يريد يظل باكر عدل. الله هذا اللي يريد يظل باكر عدل. وسلامتك بلا. الله 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 يسلمك، الله يعزك، الله الله يحبك. الله يخليك، الله يحفظك. حسن، القصيدة تكتبها تشبهك؟ نعم، اكو بعض يعني بعض الشعراء من القصائد ما تشبههم. ما احب التصنع مو بس بالشعر، بكل تفاصيل حياتي. القصيدة ابدا، هو مثل ما الله خلقني. القصيدة إذا ما أعيشها أبد ما أكتبها، ما مجبور يعني. جميل. إذا ما أعيشها يعني. لا يعني هسه هي القصيدة عن الحر بن يزيد الرياحي. نعم. بس بيها أشياء ما لا تحسن. تمثلني. شوف سقراط شو يقول؟ يقول قمة التمثيل إنك لا تمثل. الله. قمة التمثيل إنك لا تمثل. أنت مرات تعيش موقف وما صاير وياك، تعيشه من خلال غيرك وكأنما صاير وياك بالضبط. نعم. إيه. نعم. هاي القضية. نعم. أنا مؤمن بهاي القضية. ناخذ فاصل. راحتك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، عدنا وياكم مع الحبيب الشاعر حسن البركي. الله حياك الله وكل الهلا. يلا نبارك. الله يسلمك. أبو فلاح، أكو سؤال بصراحة دائما يقال عنك وأنت مشكور. الشاعر المرحوم الكبير محسن الخياط، الله يرحمه، صاحب الفضل لظهوره اعلاميا حسن البركي. لا استغفر الله، الفضل لله. انا اشتغلت بالواجب، يعني هذا واجبي. واجبك كشاعر؟ يعني واجبي كشاعر وك يعني محسوب على الشعر. انت مثلا من تشوف شيء يستحق وتقدر لهذا الشيء خلاص صار واجب عليك. بس قصدي يا ريت تسولف لنا انه يعني شلون اندليت مكانه باعتبار انه هو ساكن الباديه. يعني استعانينا بناس تندل ورحت. اي طبعا رحنا له مكانه. هو مكانه يبعد عن المركز، ابعاد بالحدود يعني بحدود السعوديه. نعم. يعني بصف الجمارك. اها. والله كان يشتغل بمحطه مال بنزين كذا. اي فتبعد عن المركز، انا ما اضابطها بس يقولون يعني فوق ال 400 كيلو. جميل. فوق ال 400. حلو. اي طلعنا الصبح وصلنا بالليل. جيد. شلون كان يعني؟ ايه. سولف لنا شلون الاستقبال، شلون الطريقه. الاستقبال مثل ما تعرف وضعيه محسن خو هو شارد من هاي القضيه. نعم. يعني والتراكمات وبعده وكذا، هو الى اشياء الخاصه يعني حتى هو ما يبوح بيها بس مبينه. ها. اي مبينه طبعا. هو المبدا يعني هو مبدا كلفه هذا الشيء، يعني تعرف هو انتمائه. نعم. انتماء ضد البعث وكذا، وبحيث يعني هذا المبدأ خلاه يعوف مدينته اللي يحبها، يعوف ناسه، يعوف حبيبته، يعوف أصدقائه، يعوف الله، ما يعوف كل أشياء اللي يحبها في سبيل حافظ على هذا المبدأ. وهو نفى نفسه حتى ما يتوسخ بأشياء اللي ناس راحت بها. يعني وشاعر مثل محسن خو ما يفلت من السلطة لو باقي. زين، برأيك اللي وداك إليه مبدأ له قصيدته؟ مو قصيدته هي بت مبدأ. لا مرات القصيدة انه قصدك يعني القصيدة اللي تحمل اثنينهن بس. الاكثر شاعريته، لانه تبحث عن الشعر اكيد. ها ها ها. اي طبعا شاعريته اللي هي مغمسة بالمبادئ. يعني قصيدة محسن مو خالية من الثورة، مو خالية من الرمزية، من جلد السلطات الجائرة، ابدا مو خالية. جميل. تسمع الناس هي ظاهرية. اتقبلكم البدايه؟ اتقبلنا يعني كنا ما متوقعين، يعني نسمع عن محسن كنا ما ملتقين به، فنسمع انه بعيد وكذا وصعب، يعني صعب المراس مثل ما يقولون. هو ابدا مو صعب، بس من توصل للشعر يعني شويه مو بسهوله يقرا، بس بعدين سبحان الله انفتح ويانا ارتاحنا وليله كامله، يعني بحيث قرا هسه ما اقول كل نتاجه بس جل نتاجه قرا. جميل. اي وباريحيه. سويت وبأريحية. انت وراها نشرنا القصائد. لا وطبعا مشهورين المكتوبات لو كتبتهن لو شو. هاي قبل التصوير، هاي القضيه تحكيها اللي سجلتهن. اي لا هذا شيء قديم، 2009. منين اجى لك القصائد؟ حصلتهن من ناس يعني يلتقون بمحسن
ومن أصدقاء القدماء اللي يحتفظون بكتاباته عندهم. نعم. سجلت له تقريبا 9 قصائد 8 بوقتها، وكان حتى ما كنت تدري موبايل تتناقل وكذا للشعر. سبب الانتشار بس مو واسع، الانتشار الأخير هو عن طريق النشر وطبعا مشكورين قناة مذكرات الأخوة سعد وأكرم. نعم. وكل اللي راحوا يعني، واللي ساعدنا بروحه سيد زيد اللي شفته قبل شوي. نعم. وياي، هو اللي يعني عن طريق السيارات وهاي الأمور وكذا اللي جميل. تسعفنا على الوصول. يعني لسه. يعني يقولون أنه اللي سبب بظهور محسن الخياط هو حسن الوقت. والله هاي الناس يعني هي تحسن الظن بالمقابل، وإلا هو أنا أعتقد أي واحد مكان يسويه كذي لو متوفرت له الأشياء اللي توفر لي، أي واحد يعني يسويها وشكره منها. يعني هو محسن وشعر حلو وتطلع بياض وجه مثل ما يقولون، فليش شنو اللي يمنعه؟ الحمد لله والشكر، فصارت من حظي. جميل. أي. جميل. أيضا يعني بصراحة سؤال يقولون دائما على أنه التفاني مع الحسن البركي من أجل خدمة المحافظة أخرنا بعض الشيء. والله إذا فعلا هذا التفاني اللي تقول عليه تفاني أخرني، فأنا أتشرف بهذا التأخر. والله إذا صدق مأخرني. هذا كلامه من القلب لو ما الإعلام. والله من القلب. إذا فعلا يعني خدمتك للآخرين تأخرك، فهذا تقدم بعيد يعني. جميل. تقدم بعيد. وبعدين هاي القضية أبو الأكبر، خلنا اليوم بصراحة اللي الناس يعني أو المقربين يعني مثل جنابك يعتبر حسن مسوي شيء خدمة وكذا، هي هاي واجب. بس للأسف يعني يمكن تكلمنا بها يعني بالكواليس، البعض تخلى عن الواجبات يعني. نعم. فصار اللي يؤدي واجبه يكون ملفت ويشكر ويعتبرونه صحفة، وله لا فضل ولا يستحق الشكر أصلا. هو واجبك هسه مثلا واحد يقول لك وين بيتي على فلان، وانت تندلهم ما تقول له ذولا. انا بالضبط انا هاي الخدمه اللي يعتبرون خدمه مثل هاي ادي الله شاهد. بس تشكر للامانه تشكر للامانه تشكر. يعني انا هواي اسمع من شعراء الحمد لله والشكر يحبون حسن الحمد لله. الناس طيبه، الناس طيبه المواقف الحمد لله والشكر. يعني جميل بصراحه انه الشاعر من يكون جوهره ومظهره نفس الشيء للامانه. الحمد يعني. لله هاي نعمه. أي. نعمه كبيره. برأيك أنت إيش قد من السيد من عدد السادة المشاهدين راح يعرفون هذا الرجل الشاعر اللي هو حضرتك؟ راح يعرفون؟ إيش قد يعرفونك؟ ها من 10؟ من 10؟ إيه تقريبا من 3 إلى 4. من 3 إلى 4. إيه الكلام موجه للستة البقية. إيه تقدر تقول لهم من خلال قصيدتك هذا أنا؟ هذا أنا الشاعر، مو هذا يعني مو توصف نفسك، هذا أنا اللي أكتبه. يعني من خلال قصيدة؟ من خلال قصيدة، يعني برأيك أنت الموضوع حر تقرأ. نقرأ براحتك، أنا قصائدي كلهن يعني. نقرأ عن مثلاً عن الإمام العباس. عن الإمام العباس. نقرأ عن. وأيضاً هم بها رسالة. لطيف. بها رسالة. تمام أحسنت. هذا أنا الشاعر لو هذا أنا صاحب الرسالة حالياً؟ هذا أنا صاحب الرسالة اللي أوصلها من خلال الشعر. يعني الطريقة فنية؟ طبعاً. لطيف. أي طبعاً. يعني قصدي بيها مضامين الشعر. هي من بالعكس هي شعرية أصلاً. لطيف. رسالة. أي. رسالة عن طريق الشعر. جميل. وسيلتها الشعر. جميل. يعني قصدك حامل المعنيين. نعم. سوا. نعم. الشعر. بالضبط. والرسالة. والرسالة. لطيف. أي. نسأل الله القبول والوصول إن شاء الله. إلى أبي الفضل العباس عليه السلام. سلام الله عليك سيدي الله عليك. أحسك تنظلم كل ما نبالغ بيك. أحسك تنظلم كل ما نبالغ بيك. أحسك تنظلم كل ما نلح بالسيف. عرب ونميل وين القوة تتميل. أحسك تنظلم كل ما نلح بالسيف. عرب ونميل وين القوة تتميل. مارسنا التصحر من قلب وياك وغمضنا وخضارك نابت بمعزل. الله
المهم رغبتنا تشبع مو شرط نرضيك. الله 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 الله. المهم رغبتنا تشبع. انت مو هيك. المهم رغبتنا تشبع مو شرط نرضيك. رغم حد معرفتنا وياك بس تزعل. وعشنا بمجتمع بكل ضعيف يطيح. ومن العجز قلنا الزلم تتحمل. جوعان الرفض رايد لخبزة لا. وباب السنابل تأتأ المنجل. ونقصنا نثور مثلك. جوعان الرفض رايد لخبزة لا. لا صحيح. وباب السنابل تأتأ المنجل. ونقصنا نثور مثلك. الله. نقصنا نثور مثلك بس صعوبة نثور. حكينا بقوتك حتى النقص يكمل. نقصنا نثور مثلك. الله. بس صعوبة نثور. حكينا بقوتك حتى النقص يكمل. هل خلينا جسمك أقوى من معناك. هل خلينا جسمك أقوى من معناك. شايمتنا عرف انصافنا تفشل. وبدم الرقاب التارس التاريخ. اجينا لسيرتك طفينا كم مشعل. وجعلنا السيف يطغى على البياض البيك. بالله صحيح. وتقبلنا من الكل شي يتقبل. اكو 70 محمل للحجاها فلان. بس لتنعقل ما ظل ولا محمل. مو معناها ما لاهث بكفك سيف. بس باقي صفاتك يفترض تنسل. إن هذا من الصحيحات. مو معناها ما لاهث بكفك سيف. بس باقي صفاتك يفترض تنسل. وإلا منطق الخافوا وما لاقوك أبلغ من ألف لو كم ألف يقتل. وإلا منطق الخافوا وما لاقوك أبلغ من ألف لو كم ألف يقتل. إذا حجمنا دورك بالزند والسيف معناها الزند من ينقطع تنذل. أو حش يصير انتكالك على المصير يطيح. يبو روح الكذب عالمحك تتبدل. الشجاع شلون يثبت مو شلون يصول. الشجاع شلون يثبت مو شلون يصول. او يا محلى الثبات على الوفل يندل. اكثر من كذبنا عليك بيك ايثار. انت شقد جرح وش كثر ما نخجل. الله. بذاك العطش وادركت الشعوب تريد واحد يرسم لها شلون تتغربل. ويتعير ليفزع من تجيس النار اذا ظل عن مصالح غيره يتنصل. بس جيب الفهم معنى الرسمت بروح ويقول انا للعباس مستقبل. الله. عرفنا الماي لكن ما وراء الماي شن النفس العظيمه اللي ما رضت تبتل. تقدر تشرب وتاخذ الماي وياك وفعلك ينحك وتتخلد وتنجل. لكن ما تريد تصير أي عباس. الله. اللي يغزل بالإيثار ويكسر المغزل. الله. عرفنا الماي لكن ما وراء الماي شن النفس العظيمة اللي ما رضت تبتل. تقدر تشرب وتاخذ الماي وياك وفعلك ينحكي وتتخلد وتنجل. لكن ما تريد تصير أي عباس اللي يغزل بالإيثار ويكسر المغزل. نعم. زرق عود القيم وي ما رفضت الماي. وقتلنا ترى تذبلون من يذبل. وبنيت
بنيت وهدمت زرق عود القيم وي ما رفضت الماي وقتلنا ترك ذبلون من يذبل وبنيت وهدمت كل البنوب الزور يلب هدم المبادئ ما صرت معول نعم صمود الواثق صمود الواثق يدن الهدف خطوات ويخلي الجبيل الله صمود الواثق الله الله يسلمك الله 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 يسلمك الله يعزك صمود الواثق يدن الهدف خطوات الله صحيح ويخلي الجبيل بعزمه يتوسل فروسيتك تعززها الفراسه البيك يا صيهود من خنيابك تهدل يا مرود ما خلى العيون عيون من شاف الحقيقة تريد تتكحل أخن عرفك أخن عرفك ونجهل خوتك مولاي ظنيناها هاي البيها نتغزل يل ضحيت مو لحسيا للمحسيا يل ضحيت مو لحسيا للبحسيا شفت كل يعجبن بيه نتمثل الله ولو يتفسرن لو يتفسرن كلهن المضمومات جا حتى النواصب تسمع المقتل وسلامتك حسن هاي القصيدة كبيرة الله يعزك الله يسلمك ذوقك الكبير والله كبير الله يخليك الله يعزك فدوى روح لك يعني يمكن الله يحفظك ويعزك يمكن أنه البعض يتراجع أو كذا لكن يعزك. كبيرة جدا الله يسلمك الله يسلمك وشكرا لشجاعتك لأن مو أي واحد يحكي على شاي والله أهنيك الله يعزك الله يخليك واضح أنه اللي جاي يكتب هاي القصيدة أكو هنا فكر الله يسلمك الله يسلمك شكرا لهذا الفكر الله يحفظك ويعزك شكرا لأن شكرا لذوقك شكرا لإطرائك من 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 زاوية كبيرة الحمد لله والشكر هذا توفيق ان شاء الله نسال الله يوفقك ازيد وازيد الله يعزك ابو فلاح تستاهل الله يحفظك ابو الاكبر الغالي تستاهل العزيز الله يحفظك الله يخليك انت محط فخر لمن محط فخر يعني والله قد يكون اكو ناس انا محط فخر لهم معلومين لو مجهولين يجوز اصدقائي اللي نفس الحاله انا افتخر بهم نفس الحاله انت عثر المن عائلتي اصدقائي المقربين تحديدا انت عثر المن هسه شلك بهاي السوالف ابو الاكبر ما تصير عثرة والله انا ما اتمنى اصير عثرة الا عثرة للقبح اي قبح اي طبعا اي للقبح اي عثرة واتشرف نعم اتشرف ان اكون عثرة مو ابد والله ناخذ فاصل براحتك حتى نبطل لا حتى الاستراحة احبتنا مشاهدين قناة الايام فاصل ونعود اليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام عدنا وياكم بالجزء الأخير من برنامج المهلهل مع الحبيب حسن البركي يا حبيب جواك الله هو حيلك وأسفين إذا تعبناك الله يعزك بالعكس الله يسلمك مستانس ومتشرف الله يسلمك أبو فلاحك وفي السؤال يعني بينه وبينك كلش خاص بحياتك نعم أكو عندك ولد صديق يعني صديق كلش مقرب أي صارت الحنة مالته وانت ما رحت نعم لا سيد زيد تحياتنا سيد زيد ألف تحية لك الله يخليك لا مو ما رحت لا رحت بس يعني أنا مقصر ويا تدري أنت صاحبك وأيام زواج وكذا لازم تقدم له وإحنا مرات يعني ما تحس مقدم شيء إذا ما تقدم أشياء مادية وتتعب وكذا نعم وهو مقدم له هواي أشياء فحسيت نفسي مقصر بصراحة جيد اتجاهه بالذات بهيك موقف بهيك ظرف اي فكتبت له هوسه قصدك التقصير يعني بحجم الصداقه بحجم الصداقه وبحجم مواقفه وياي اي نعم اي جيد وكان هو بوقتها زواج حسين التوبه تحياتنا له شارف حسين التوبه قبله باسبوع اي وهو السيد ورا حسين باسبوع وصادف حسين موجود بحنه السيد اي فهي نعم. تخصهم اثنيناتهم يعني اي فالهوسه هي بسيطه جدا يعني تمثل تقصير اتجاههم جيد اي نعم هتشي قلت له ما مطي لخبزه وبس سمت النور
بس اسمه صاحب أطلعت. ما مطيل خبزه وبس اسم تنور، ترس روح فرح وبكثرة بي يقصور، مثل الماكو عدة وعدني يزور، مقبولة وشن ما مقبولة. الله يعزه، الله يحفظك. ما مطيل خبزة وبس اسم تنور، ترس روح فرح وبكثرة بي يقصور، مثل الماكو عدة وعدني يزور، مقبولة وشن ما مقبولة. نعم. الكلام مؤثر طبعا عند من؟ عند الكل، وعند اللبيب تحديدا، عند الانسان اللي يمتلك مشاعر. اللي يعي والما يعي، اللي يعي والما يعي بصوره عامه، لكن المؤثر عند الناس اللي عندها احساس، اللي يمتلك مشاعر. يعني انسان، يعني الانسان بصوره عامه اللي يمتلك معايير الانسانيه، مؤثر الكلام، يعني مؤثر أكثر من تأثير الـ 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 الأشياء المادية. يعني ممكن أنه الكلام مع حسب وصفك، أي، مع الـ الـ الإنسان اللي ما عنده إنساني هو غير مؤثر. مؤثر لا لا، غير مؤثر. مع ما عنده إنسانية يأجج، هم أصبح مؤثر هسه، ممكن أذن ما بالتالي هم له تأثير طبعا. أذن الكلام بكل الأحوال مؤثر. الكلام مؤثر، وإلا مثلا هسه خير دليل القرآن، السيدة زينب عليه السلام، السيدة زينب قادت ثورة كلامية وانتصرت طبعا، ولحد الآن إيش نصرها؟ ولحد الآن ننهل من هذا النصر. الأدباء والشعراء يوصفون أنه وزيرة إعلام. أحسنت، إذن وزيرة الإعلام بشنو؟ أكيد من خلال الكلام. بالكلام قادت ثورة كلامية عظيمة السيدة زينب. نسترسل للسيدة زينب، ها، ونفس الموضوع بالموضوع. ونفس الموضوع الحوراء زينب عليه السلام. غريبة وبالدرب كل الوجوه غروب، غريبة وبالدرب كل الوجوه غروب، كل الوجوه غروب، السمع بيك وغفى من عسل لا سلها، بكيتي بكيت من الوقت كل ما بقلبك ليش، شفت الماكو كل ما جاله يتقدم. الله. غلط فهموك طبعا دنيتك مقلوب، لهسه الهادف من البشر ما يسلم، ولهسه الفاهمك يرجم بالشعليك، ولهسه الفارغ من الذمة ما ينذم، ولهسه النيته يصلح بوصلة عميان، ولهسه الدم يدور للفكر بلسم، علمت الرمل، علمت الرمل ينهض وظل ينزار، شو تسوي الا الماراد يتعلم. الله. لثمت الوجه ما لثميت الصوت، لأن صوتك ضوى ويموت الملثم، لثمت الوجه ما لثميت الصوت، لأن صوتك ضوى ويموت الملثم، وازيت بخطبتك هجمة السبعين، الله، وجعلت الذلة تحسب للسكت مغنم، آخ بخطبتك كون الحكي ينشاف، شاه السن صبلك مأتم ومرسم. نعم. الله اللي يعلم براس الحسين اش قال من ثار الحكي تسلمين لو تسلم. الله. الله اللي يعلم براس الحسين اش قال من ثار الحكي تسلمين لو تسلم، كل فعلك لباكر يا بعيدة راي، وقت يراد لو يتفسر المبهم، لأن كل شي ثمين يريد لمتانا، ليش المهد طول غير نتفهم، قصدك بي غموض ويتضح بعدين، السهم مخرج يخشن كيد خول انعم، قصدك بي نزف حرية بالمضمون، الله، اللي يفهمه يصير حر والنوب يتشيم،
كلامك بملوحة تعثر التاريخ إذا ما حط ضمير على القلم واسلم. سقطت حكومة، سقطتي حكومة وحرمة وبلا سيف، خبز طيب النفس ما حاجة يتيدم. وقالوا حرمة هاي، قالوا حرمة هاي وماكو عدها حزام، نسوا طبعك علو مو إلا يتحزم. أخذت بثار طفكم والضلع والهام، وهذا أول ثأر ما ينوخذ بالدم. أخذت بثار طفكم والضلع والهام، وهذا أول ثأر ما ينوخذ بالدم. بالكلام واضح. وبد أبد ثار الحسن ما ظل، وإلا ليش ظل يزيد يسمع مثل المسمم. ترى المطلوب ينغث من شكم تانا. أبد ثار الحسن ما ظل، وإلا ليش ظل يزيد يسمع مثل المسمم. ترى المطلوب ينغث من شكم تانا، واليتم لواحد فعلا يتيتم. ولازم موت أسرع من عرش بلقيس، اللي يشعر بالهزيمة يريد يتندم. الله. وانت على الهزل، وانت على الهزل بينت للوياك عريان الحيب يا موقف تهندم. الشمس من تعلى يقصر شكو خيال بقاع، وصعدتي وظل شرفهم ماكو بي ملزم. شراشيب الهواد اجعدها وقفة وياك، هفت لليتامى وشالت من الهم. ومن كثر التراب الظل يطوف عليك، كل ساعة جايك السجاد يتيمم. الله. من كثر التراب الظل يطوف عليك، كل ساعة جايك السجاد يتيمم. متنك فطن، متنك فطن، واللي يكشف نوايا الناس إذا ما ينضرب على الأقل يتشتم. الله. بس قلت المتن خلي ينثلم بالصوت، الفارس يفتخر بالسيف المثلم. نعم. ولميت الأطفال، لميت الأطفال المثل جسم حسين، ولو جسم الحسين من الصعب يلتم. وقسمت الحنان عليهم استحقاق. نعم. مثل ما كل صبح رزق الله يتقسم. الله. شافوا رؤوسهم، شافوا رؤوسهم ظنوهم أي بستان، واثبتي لهم مو كل ورد ينشم. لا صحيح. واثبتي لهم مو كل ورد ينشم. الله. سلامتك. الله عليك. الله يسلمك. الله يحفظك ويعزك. الله. الله يسلمك. الأكبر. طيب الله يخليك. اسم البرنامج المهلهل. والنعم. مهلهل. أبا ليلى. أبا ليلى ها؟ سالم. زير. نعم. سالم. نعم. كليب كتب له بالدم قال لا تصالح. نعم. المن يقولها حسن البركي؟ أقولها لكل فاسد وظالم ومستبد، أبدا لا مصالحة معه. لكل إنسان أذى العراق، أذى العراقيين، لكل إنسان نهب هذا البلد اللي ما يستحق، خرب هذا البلد، لكل إنسان يعني صعد باسم لو كان الدين واسم لو الإمام الحسين وأذى باسم الإمام الحسين. لو كانت بودقة الشعر، لو كانت بودقة الشعر بيدك. نعم. أول قرار تتخذه خاص بالشعراء؟ أي يعني أبعد الشعراء الغير وطنيين. وين توديهم؟ عن الساحة. هسه احنا مو من هذول الناس اللي دموية وتخذ قرارات يعني تعسفية، لكن أبعد عن الشعر، أمنعه. ها يعني قصدك خلينا نفرض هي 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 منطقة، ما أخليه يصعد منصة. يظل بالمنطقة؟ ما أخليه يصعد منصة يعني، ما أخلي الناس ويبقى بالمنطقة ويا شعراء؟ لو هسه هو أنت إذا منعته من هاي المسيئة، لأن هو مو وطني بعد، براحته هو انتهى. ها
يعني انتهى بعد. هو شاعر وغير أدب الشعر شو أدى بعد، والشاعر المواطني يعني، وأصلا تلقي منتكلة على الشعر فقط، والشاعر المواطن عادة تلقاه مرتزق أصلا، يعني باب رزق عند القصيدة طبعا. ما شفت لك شاعر يعني شاعر غير وطني صاحب رسالة شلون ينجمع أصلا؟ ما ينجمع. وماكو شاعر وطني حسيني، كذب يعني. آه شلون؟ شلون إلا يضحك عليك؟ كلام صعب. يعني يضحك عليك معناه؟ لا والله يضحك يعني على نفسه. شاعر يضحك على نفسه رحمه الله، ويضحك على الناس البسطاء. إيه لا ما يضحك. يعني هو شاعر غير وطني ومساند للفاسد اللي أدى الوطن، اللي هو نفسه تأدى الإمام الحسين لأن صعد باسم الإمام الحسين. هذا حسيني يعني؟ بيا منطق بيا مفهوم مثلا. بريء من الإمام الحسين، بريء. جميل. أي نعم جميل. نعم الله يسلم. يعني وانت جاي تتكلم يتراوب بالي قول أمير المؤمنين: المرء مخبوء تحت طيلسانه لا طيلسان، تحت طيلسانه. نعم سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يعني الأمانة من تنعجب بشخص احنا يعني طبيعتنا نضم إعجابنا، لكن أنا يعني هاي الحلقة أنا من معجبينك. الله يسلمك العفو أخ عزيز أبو الأكبر، أخ عزيز وتشرف بك والله. معجبين الفكر ومعجبين الأخلاق والذوق ويعزه. نفس المشاعر والله. بالله الكريم. الله يسلمك. يا ريت منك نلقى هواي. الله يحفظك العفو، أنا أقلكم عمرا وقلما. الله يحفظك ويعزك. الله يخليك. أبو فلاح أنت يعني خلينا نقول المستويات هي أرض وسفح وقمة. نعم. وين راح نشوفك؟ يعني بخصوص من؟ بخصوص القصيدة الشعر، النتاج الشعري، الكتابة الشعرية. لا أنت قناعاتك وين؟ أنه أنت لا لا قصدي يعني الشاعر لو لا لا حسن البركي. حسن البركي قصدك شهرة؟ أيه؟ لو كتابه لا قناعاته بنفسه، دسومة نص يعني. قناعاته بنفسه هل هو على السطح على السفح بالقمة؟ والله أبو الأكبر يعني أنا بصراحة هو اللي يعتبر نفسه بس احنا نريد الأجوبة بسريعة سريعة. لا هو اللي يعتبر نفسه بالقمة معناها راح يتوقف، وأنا ما أريد أتوقف. بس مو على السطح أنت؟ لا مو على السطح. مو على السطح. مو على السطح يعني بالصعود. وما أريد أتوقف. ها اي مارد خليها القمه الطول. نعم بس انا ارضى اصعد تتسع الجميع. جميل. اي نعم جميل جدا. احنا ظلت لنا 5 دقائق. نعم وريد يعني نستنزفك شعرا. الله يحفظك انا خادم. الله يعزك خادم. يا ريت نسمع. الخيار لي. الخيار لك. نقرا للامام صاحب العصر والزمان سيدنا مولاي. الله يسلمك. عقب كل شيء هو المخاطب يعني الإمام. عقب كل شيء اللي يخلي القلب دم أسود، عقب كل شيء اللي يخلي القلب دم أسود، عمرك يا طويل العمر صار شقد، عمر البشر يقصر من يجيس الضيم، بس عمرك عكس بالضيم يتمدد، واللي يصعد طويلة نخل وبلا خوف يشوف الما يشوف الما قدر يصعد، وانت الصاعد على الزمن ومخاوي يحالوب اللي يغث السنبل المرتد. نعم يل شايف السامع بيهن التاريخ، اللي يشوف بعينه مو مثل اللي يقل احد، يا راعي الطلاب الما تريد شهود، يا سيف الما يشرفك تحتك بمبرد، اللي يعيش بظل حضارة هاك لا هناك يحس بروح ناس وصعب يتمرد، وذا يوسف النية إذا يوسف النية الماضي ما تشاويه،
يظل ثوب المروة من القبل ينقد. لا صح. شي خلص الندم من المستحل مخنوق، شي طلع العذر من هوست المحد، شي زيح التراب والعشب على الثار، شي حد السيوف الباكة من الحد، من يعصف الخوف، من يعصف الخوف البي يضيع الصوت، اهنا موقف بنادم يبدي يتعقد، اهنا مبدأ الثورة يريد دم خطار، اهنا مثل تشم الشخصية تتفرهد. الله يل شفت بزمانك كم حضارة تطيح وتقوم وتطيح وتحتر وتبرد، خو تندل نقاط الضعف وين الصير إذا عين العدالة تلقتك مرود. الله. هاي الحكمة، هاي الحكمة من كل هالعصور تعيش حسب وجهة نظر كل عقل ما مرتد، يل ما شايفه ولا ينحمل فرقاه، يل ما شايفه ولا ينحمل فرقاه، يا باب ارزاقنا اللي ينفتح من ينسد. نعم. ترى المنك وبيك، ترى المنك وبيك اجمال فوق البيك، شلونك من شفت طشارنا تعدد، يا طشارنا الماي اللي ضم بالعين، الوعي الوعي خطارنا القاضيها يتنشد، ننهض بالفكر مثل اللي يريد يطيح، ننهض بالفكر مثل اللي يريد يطيح، يكبر خوف دنيا ودغدغة مسعد، صعبة تميز الما بي مضر عليك وبصعب مسحة الخال من الكتف والخد، بصعب مسحة الشامة من الكتف والخد، صعبة تميز الما بي مضر عليك بصعب مسحة الخال من الكتف والخد، من تنظف الوادم تشتهيها الآخ وتتوسخ، من تنظف الوادم تشتهيها الآخ وتتوسخ ونفس الآخ تتجدد، يمت الثقة العمية تصير عدها عيون. الله الله. وتفرزن اللي يبكي من القضاء هرمد، محتاجك سفرجل. يمت الثقة العمية يصير تصير عدها عيون، وتفرزن اللي يبكي من القضاء هرمد، محتاجك سفرجل، محتاجك سفرجل للوليد الجاي، هم حبل القضية وقربت تولد، وبعدنا على السؤال البي بديت وياك، عمرك يا طويل العمر صار شقد. سلامتك. الله الله يعزك ويحبك. هذا مشكل ختام. الله يسلمك. الله يعزك ان شاء الله ما تعبناك. الله يسلمك. كل تعب ماكو. الله يسلمك. تشرف. شكرا لك. الله يسلمك. الله اخر يحبك. كلمه لك انت تقولها لكاميرتك. الله يعزك. طبعا شكر لك بالبدايه وشكر للدعوه. الشكر لكل الاساتذه المجهولين خلف الكواليس من مخرج وفنيين ومصورين. شكرا للمشاهدين اللي تعبناهم خلال هاي الساعه ونتمنى ان نكون خفيفين ظل عليهم، وشكرا لكل انسان يعني يستحق الشكر. شكرا للامام الحسين المفروض اولا. الله يحفظك. احبتنا مشاهدين قناه الايام، وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم. تركونا تعليقاتكم بارائكم بالحوار وقصائد المبدع حسن البركي. الله يحفظك. في امان الله.